بابا قالنا انه طلبت منه الطلاق لان بتحب رجال تاني. انا هذا الحكي سمعته بعدين عقبر من الجيران. انا وصغيرة كنت مفتكرتها ميتة، هيك قالوا لي. لما فلت من البيت بي نهار صار عايش بالبيت بس كأنه ميت، بيتنفس بس. خالتي بقدر تركت كل شيء، تركت حياتها كلها لتجي تربيني. بس لي أكتر شيء قاهرني إنه لما الماما فلت خزقوا لي هالكم صورة اللي بقيت لي منها. ما بقي لي منها شيء، ما بعرف شكلها حتى ولا وجهها. بعرف بس إنه اسمها منى مثلك. سكمنا؟ هلا سكمنا روقي، سكمنا طلع فيي.